هي بداية أي حاجة في الدنيا بتبقى هي فكرة، وفكرة وحلم في نفس الوقت. نجلة، that's it. شخص بنت اسمها نجلة موجودة في الرياض من حوالي 18 سنة أو 20 سنة. هو صراحة أنا حابة يكون الجزء الخاص فيديو الوثائقي بتاعي عفوي إلى قدر كبير، ويشرح ببساطة شديدة جدا اللي الناس صار لها فترة طويلة جدا جدا تسألني عنه. متى نشأت سهر الليالي أو فكرة سهر الليالي، من وين جات؟ هي كانت ببساطة حلم أو فكرة. هو أي شيء في الدنيا بيبدأ بفكرة، الفكرة تظل فكرة لو ما اشتغلناش عليها. شخص حلم بشيء اللي هو أنا، حلمت إني أكون دي يكون لي مكان في المجتمع، اني اقدر اقدم له شيء يسعدني وكمان يسعد. فمن هنا الموضوع اتبلور في سهر الليالي اللي ارتبط من البدايه بنجله دي جي. سهر الليالي هي شيء جميل حلمت فيه، وبعد فتره من العمل والمتواصل والاجتهاد شاركني في هذه الفكره تيم وورك. كانت البدايه من 2005، من اهم طبعا اعضاء ويعتبروا انا اعتبرها شخص من المؤسسين لسهر الليالي كانت خلود. يعني احنا دراساتنا كانت مختلفة تماما عن الدي جي، ومع ذلك جمعنا حب الموسيقى خلود دي جي، الدراع الثاني او الدراع اليمين لنجلة. نعرف الناس يعني ايش دي جي، مش بس السماعة وتشغيل وميوزك واغاني، هي منظومة متكاملة، جزء لا يتجزأ أو لا يقل أهمية عن باقي أجزاء الحفلة. الدي جي لكل مناسبة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، بنراعي تعدد الثقافات الموجودة في البلد، تعدد طبقات الناس المختلفة، حتى بنراعي الناس اللي مو حابة الميوزك أو بدون موسيقى، بنشتغل عليه وبنطوره. الدي جي هو فن طبعا بدأ في أوروبا وانتقل للشرق. فن الدي جي باختصار شديد جدا هو عبارة عن المزج أو الميكسينج أو الخلط، كون إن احنا نخلط شيئين مختلفين بهوية مختلفة بإيقاع مختلف مع بعض، فبيعمل توليفة معينة. تامر محي عازف إيقاع، بدأ الموضوع معايا منذ الصغر، بحب الموسيقى جدا، بحب الإيقاع، شيء كلنا بنحسه، شيء داخلنا كلنا، نقدر نقول إنه هو بداية الحياة ونهايته. الموضوع بالنسبة لنا بدأ هنا في مؤسسة سهر الليالي، إحنا أوريدي تخت شرقي موجود، العازفين كلهم أكاديميين، عازف قانون وعازف عود، عازف ناي كمانجا وأنا إيقاع. أنا اسمي نيلفانا وأنا بحب الإيقاع من صغري، الإيقاع عبارة عن دموتات بحبها كتير، وهلأ ريسنتلي عم بشتغلها، يعني مبدئياً عم بشتغلها مع الدي جي، أجمل دي جي بالعالم نجلة. أكيد عم نحكي عن سهر الليالي، وآخر شيء وصلت له هلأ ريسنتلي هو الميكس ما بين الغربي والإيقاع. دي جي أنتوا بتعرفوا دي جي عبارة عن سبايات تنلعب مقاطع، أنا علي أن يكون حاضرة بكل مقطوعة، وكل مقطوعة إلى لعبة معينة، يعني من الوقفة إذا بدكم للدخلة، هدول كلهم نشتغلهم وراء الكواليس. أنتوا تشوفوا المشهد الأخير بيصلكم اللي هو top of the top، بس لابد أن نضوي شوي على وراء الكواليس، إنه في كتير أشياء بنعملها أنا ونجلة قبل ما نطلع لكم وتشوفوا هالشغل الحلو هيدا اللي دايما الحمد لله، يعني الفيدباك بيجينا من نظرات الناس، من حبكم لنا. الزفة هي اللحظة الخاصة بالعروسة، هي اللحظة اللي كل بنت تعيش عمرها تحلم فيها وتتمناها، ومن هنا تيجي أهمية الزفة واختيار الزفة ومراحل الزفة وأغاني الزفة. أول نصيحة دايما بقدمها للعروسين إنه ما في قاعدة للزفة، ما في حاجة لازم نمشي عليها في الزفة، كل الأفكار مطروحة وكل الاختيارات مطروحة، طبعاً بالراعي ذوق واختيار العروسين، بس في ناس كتيرة تحب إن هي تعمل حاجة مختلفة، حاجة تطلع من الأشياء التراديشنال، الأشياء التقليدية، الأشياء غير تقليدية، الأشياء جديدة، وهذا بحد ذاته جمال في الزفة الخاصة بيهم. فدايماً أقول لهم ما في قاعدة، القاعدة إنه إحنا نلتزم بالشيء اللي أنتوا حابينه وحاسينه، هذا أهم قاعدة في اختيار الزفة. أنتوا إيش حابين، إيش متخيلين،
ايش شايفين، ومن هنا بنبدا نختار الزفه. من فهمي لتصور العروسه والعريس لزفتهم ورغبتهم بنبدا نختار الزفه المناسبه ليهم، المناسبه للكالتشر، الثقافه حقتهم، لذوقهم، لتصورهم عن الزفه عموما.